إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن ينور هذه الوجوه وهذه القلوب، وأن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يختم بالسعادة آجالكم، اللهم آمين. أيها الأحبة، في زمن كثرت فيه الفتن، وصار التوحيد معاشر الأحبة ينضب من بعض القلوب، وصار هناك تشوهات عقدية عند بعض الناس، تشوهات عقدية عند بعض أبنائنا، عند بعض الذين طال عليهم الأمد بمماحكة الباطل والرؤية للباطل ومخالطة أهل الباطل، لربما ضعف قلبه وضعف إيمانه وقل توحيده لربه. ولذلك نحن والله في زمن نحتاج أن نجدد ما خلق وخلق من عقيدتنا في قلوبنا: الخوف من الله، الحب في الله، الاستعانة بالله، التوكل على الله. هذه المعاني التي تجعل الإنسان فوق ملك الله في أمان من الفتن وفي سعادة والناس وفي ضيق. التوحيد معاشر الأحباب هو القارب الذي ينقلك من الفتن إلى الجنة، أن تعلم أن الله واحد، أن الله سبحانه وتعالى واحد في الخلق، واحد في الرزق، واحد في العبادة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا بد للمؤمن أيها الأحباب أن يجدد هذا المعنى. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والبعض معناها لا يعرفه، وبعض أبنائنا يخاف ولكن ليس من الله، يتوكل ولكن على غير الله، يستعين ولكن ليس بالله، يحلف ولكن ليس بربه. ومن هنا معاشر الأحبة صار البعض من الأبناء يحتاج إلى تجديد التوحيد من جديد. نحن نتحدث في كلمتنا اليوم عن العودة إلى التربية بالتوحيد والتربية على التوحيد. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يركب معه على دابته، وكان ردف له ابن عباس ابن عمه عليه رضوان الله وصلوات الله وسلامه عليه، ويقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كان عمره 6 سنوات، وقيل 7 سنوات، وقيل 5 سنوات. انظر إلى صغره والحبيب يلقنه التوحيد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ولذلك تجد هذا التوحيد الذي يرصص في القلب لا يمكن أن ينحرف الشاب إذا رصص قلبه على التوحيد وأكد. واعلم أن الأمة، اسمع نداء الحبيب لهذا الصحابي وهو غلام، لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بحاجة أبناءنا، بعضهم درس التوحيد من أولى ابتدائي وهو يدرس التوحيد، لكنه الله رب العبيد سبحانه ليس في قلبه عظيم. ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله. أين دراسته للتوحيد وهو يخاف غير الله؟ إذا اختفى في غرفته وأغلق الأبواب عليه كان ربي أهون الناظرين إليه. وين التوحيد هذا؟ أين التوحيد هذا الذي في قلبه؟ ولذلك تجد أن بعض أبنائنا في عقيدته خروقات. لماذا لا يصلي والمؤذن يناديه الله أكبر؟ والله لو أن الله كبير في قلبه
لرمى لحافه ولولى الدنيا دبره ولأقبل إلى ربه مكبرا، لكن التوحيد في القلب ضعيف، تجد أن بعضهم يخاف خوفا مفرطا خوفا مفزعا. يا بني لو أن الأمة اجتمعوا على صعيد وأرادوا أن يكيدوك وأن يضروك والله لن يصلوا إليك بجمعهم إلا ما كتبه الله عليك. والرزق كذلك، لا بد أن نربي الأبناء على أولا أن النافع هو الله وأن الضار هو الله، هو الله لا إله غيره، ما اشترك معه في خلقنا أحد، ولا يجوز أن يشترك في حبنا وتوكلنا وخوفنا ورجائنا ورغبتنا ورهبتنا أحدا سواه سبحانه وتعالى. هذا يجعل الابن ما تتعب في تربيته، لأنه يخاف الله ويرجو الله ويراقب الله ويحب الله. أما إذا اهتزت قواعد التوحيد في قلبه فانظر إلى انكفائه على الدنيا وخوفه من الدنيا، ولا يخاف الذي خلقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن من دعائم التربية على التوحيد أن يربى على أن النفع والضر بيد الله. الثاني أن يربى على العزة، العزة التي أرادها الله لأوليائه للمؤمنين، ولا يجوز أن يعتقد مؤمن موحد عقيدته عقيدة السلف أن هناك فوق الأرض أحد له عزة إلا للمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أنت بتوحيدك عزيز، يا بني لا إله إلا الله خير كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، هي مفتاح الجنة، هي النجاة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض أبنائنا يرى الهوان والذل ويعتقد أن للكافر عزة لأن عنده حضارة مادية زائفة زائفة تنتهي بموته. أين التوحيد الذي في قلوبهم؟ البعض من أبنائنا ما تربى على عزة الدين وعلى عزة الإيمان، ويعتقد أن كفار من يهود نصارى بوذيين وغيرهم هؤلاء يشاركوننا العيش. نعم، يجب أن لا نظلمهم وأن نعطيهم حقهم، ولنا أن نبايعهم وأن نشاريهم، لكن يجب أن نعتقد أن عقيدتهم باطلة وأن ديننا هو الحق، وأن عقيدتهم إن ماتوا عليها فهم كفار إلى النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. العزة لتجعل ابني وابنك ما يفرح باحتفالات بأعياد الميلاد، عيد من؟ ذاك الذي تقولون إنه ابن الله، هل لله ابن؟ هل تمد يدك مباركا لمن يعتقد أن لله ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا خرب الكون وكادت السماوات أن تتفطر والأرض تنشق والجبال تسيل؟ أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا. فكيف يا عبد الله تقبل من إنسان يتهم ربك أن له ولد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعض أبنائنا يهنئ أعداء الإسلام بأن عيسى ابن لله وأن الله ثالث ثلاثة. أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أين التوحيد الذي نربى عليه؟ وأين التوحيد الذي يربى أبناؤنا عليه؟ أتهنئ إنسانا بأن عيسى قتل وصلب؟ من الذي يعتقد أنه قتل وصلب؟ لو أن مسلما يقول لا إله إلا الله اعتقد أن عيسى قتل وصلب لارتد عن الإسلام وكفر.
نعم وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. نحن لا نعتقد بقتله ولا بصلبه، ولذلك نحن لا نؤمن بهذا. ولذا بعضنا لديه ميوعة في تدينه وميوعة في توحيده. نعم باختصار، أنت إذا هنأت بميلاد المسيح أنقصت قدر محمد صلى الله عليه وسلم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى لو نزل، وسينزل في آخر الدنيا، ينزل ليكسر الصليب الذي يعبدونه، وليحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نخشى عليهم، نحن ندعوهم إلى الدين، لكن لا يجوز لنا أن نميع ديننا ونمد أيدينا ونغمسها في صليب أو خمرة أو نحوه حتى يرضوا، وقد أخبرنا الله أنهم لن يرضوا. لذلك من تربيتنا لأبنائنا على العزة أنهم إن احتفلوا بأعيادهم فهي لهم، أما نحن أبدلنا الله بأعياد خير من هذا العيد، أبدلنا الله بالفطر ويأتي بعد ركن الصيام، وأبدلنا الله بالأضحى ويأتي بعد ركن الحج. ولذلك يعتز المؤمن بدينه. وأن نعتقد أن من مات على غير الإسلام فإنه كافر مخلد في نار جهنم. من مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الذي أرسل موسى وأرسل عيسى هو الذي أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ختم به الرسالات وختم به النبوات وجعل دينه مهيمنا على جميع الرسل الديانات. هذه عقيدتنا. وفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله حتى يخرج كل إيمان بغير الله من قلبك، فيبقى الله واحداً أحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء. ولذلك من تربيتنا لأبنائنا على دعائم التوحيد أن نربيهم على العزة، وألا يشاركوا من يكفر بدين الإسلام ومن يكذب القرآن ويكذب نبينا. كل من لا يؤمن بالإسلام قد كذب به، وهم يكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ليلعن والدك، لو سب أحد والدك لما أحببته، فكيف تحب من يشتم نبيك أو يستنقصه؟ ما يعني ذلك أنك تستطيل عليه وتظلمه، لا، نحن أمة العدل، لنا أن نخالطهم وأن نجالسهم، ولكن بلا تولي ولا موالاة ولا محبة ولا مشاركة فيما يختصون به من أديانهم. ومن العزة التي نربي أبناءنا ألا يتشبهوا بهم، ألا يتشبه في لباسه. البعض من أبنائنا يلبس السلاسل في رقبته وفي يديه ويلبس لباسهم، ولا يبغى الشماغ ولا يبغى الغترة ولا يبي الثوب ولا يبي الطاقية ولا يبي لغة العرب، لا يتحدث إلا بعجمة ورطانة. أين عزتك بدينك وبلغتك؟ يختار الله العربية لأن تكون لغة الخطاب في الجنة، ويجعل كتابه كتاباً عربياً غير ذي عوج. وبعضنا يستبدل اللغة العربية بالرطانة، يخلط العربية بالرطانة، بل إنه إذا أراد أن يطلب طعاماً أو شراباً من بائع استعرض على المحيطين حوله فتكلم باللغة الإنجليزية المشوهة المشوهة لأنه يخلطها بالعربية. ثم من قال لك أن تعلم الإنجليزية حرام؟ هو حلال، تعلم الإنجليزي وجميع اللغات، لكن إذا أردت أن تتخاطب فوق أرضك وببني قومك ومن أتى إلى الأرض هنا، فتحدث بلغتك الأم التي هي جزء من هويتك، جزء من شخصيتك، جزء من دينك، جزء من عزتك. إنها لغة القرآن التي حار البلغاء وهم ينظرون في أسرارها وفي جمالها وفي تراكيبها، وبعضنا لا يتكلمها إلا مكسرة. أنت في جوعان، أنا في يعطي، أنت في يقوم، أنا في يجلس. ما هذا التشوه في العبث في الضمائر؟ حتى عاد بعض من أتى إلى أرضنا إلى أرضه
عاد لا يتكلم عربي ولا سلمت له لغته ولا تكلم بالإنجليزية، لأنه يتكلم بلغة مشوهة عرجاء. تحدث بالعربية واعتز بها ما دمت في أرضها، إن هذه الأرض مهد الرسالات. تكلم بالعربية التي يعشقها ويشتاقها جميع المسلمين على أديم الأرض كله، كلهم يأتون يقرؤون القرآن، يصلون وهم أعاجم، يصلون فيقرؤون القرآن عربياً فصيحاً غير ذي عوج. وإن يا أهل العربية بعضنا لا يقيم الحروف ولا يتكلم ولا يعرف المخارج ولا يتكلمها، مع أن جمالها. انظر إلى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل وتدبر في كلام ربه جل وعلا هذا القرآن العظيم. إذن التشبه في اللباس، التشبه باللغة، التشبه بالزي، بل إن بعض أبنائنا يصلي وهو يحمل الصليب على صدره. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام ورد في حديث حسن أنه كان إذا رأى صليباً قطعه أزاله في بيته نعم عزة، وقال لعمر: أفي شك يا ابن الخطاب؟ عندما وجد معه قصاصة من الإنجيل أو التوراة، قصاصة، كتاب قد حرف وكتاب لو لم يحرف فهو منسوخ، أن الحبيب ما قبل أن يتداول هذه النسخة. أبدلنا الله خيرا منه، أنرضى الدنية في ديننا؟ إذن التربية على العزة، وأن لا يلبس ابني وابنك إلا لباس الذي يرمز إلى هويته، ويتكلم بالعربية التي ترمز إلى عربيته. وبعضنا لا يشجع في ابنه هذه المظاهر الجميلة. أيضا مما يزيد في تعظيم الله والتربية على التوحيد أن تطلب من ابنك أن يتفكر في مخلوقات الله، في الكون كله، في السماوات، في الجبال، في الإبل، في الأرض، في السيل. قل يا بني سبحان من أنزل القطر من السماء، وسبحان من جعل النبت يخرج من الأرض، وسبحان من ستزول كل الأملاك إلا ملكه، وستزول السماوات فتنفطر، والنجوم وتنكدر، والشمس تكور، والجبال تسير، ليبقى الملك له سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يجعل ابني وابنك يزداد عظمة وتعظيما للملك سبحانه وتعالى، فيخشاه ويرجوه وينيب إليه ويبكي بين يديه ويختفي لا بالذنوب ومقاطع القذر في اليوتيوب، إنما يختفي بدمعة يجعلها في آخر الليل، لأنه ارتفع الإيمان في قلبه وزادت الخشية في قلبه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا أيها الأحباب، كثرة ذكر الله، تربية أبنائنا وأنفسنا على أن نذكر الله ذكرا كثيرا، أن نسبحه بكرة وأصيلا، فإن هذا يجعل العبد يحيا قلبه. والله إن في القلوب وحشة، وفي القلوب ضيق، وفي القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. ولن تكثر من ذكر الله إلا إذا عظمت الله، إذا كان الله عظيما في قلبك. أنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كل هذه التسبيحات تعظمه. هل هو حقيقة عظيم في قلبك؟ والله لو عظمنا الله في قلوبنا لما فترت الألسن، لما فترت الألسن بتسبيحه وبذكره جل وعلا. نعم، فإن من أحب شيئا أكثر وأدمن من ذكره. بعض أبنائنا لا يصلون، وهذا من مظاهر ضعف التوحيد. ما علاقة التوحيد بالصلاة؟ والله لو عظم الله لاستحيا أن ينادى إلى بيته ثم لا يجيب، أن يدعى إلى الله ولقاء الله ثم لا يستجيب. ولذلك نستطيع أن نقول الذين لا يصلون إيمانهم في ضعف وتوحيدهم في ضعف، لأن العبد لا يأتي إلى الله في بيته إلا فرحاً بلقائه، ولا فرح بلقاء الله إلا من أحبه وعظمه وخافه ورغب إليه ورجاه سبحانه وتعالى وحقق العبودية له. هذه أيها الأحباب بعض من دعائم التربية على تعظيم الله وعلى التوحيد. التربية بالتوحيد تجعل أبناءنا إذا وضعوا ونحن معهم في غرف الموتى
وكان السؤال من ربك، نادى بعد أن جلس ربي الله، لأنه كان يعظم الله. اللهم اجعلنا ممن يعظمك يا رب العالمين ويخشاك في الغيب والشهادة. أصلح يا رب فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمورنا وسمعة وطننا. من أرادهم بسوء يا رب فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، لا يخاف قائل الحق فيه لومة لائم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة